أهلا بكم مشاهدينا في برنامج تحت الضوء، ونتابع في حلقة اليوم. الانتخابات التركية والاستعدادات الأخيرة قبل يوم الصمت الانتخابي. وسائل الإعلام المحلية والدولية واستعدادات خاصة لتغطية الانتخابات التركية. تفاؤل كبير يسود تركيا بعد هبوط أول طائرة بمطار اسطنبول الجديد. كما ننتظر مشاركاتكم وتفاعلكم معنا حول ملفات اليوم على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، ابقوا معنا. تدخل حملات المرشحين في الانتخابات التركية الرئاسية والبرلمانية المتزامنة مرحلة الصمت الانتخابي يوم السبت، قبل يوم واحد من فتح صناديق الاقتراع أمام أكثر من 56 مليون ناخب سيدلون بأصواتهم في نحو 180 ألف صندوق داخل البلاد، فيما تتواصل الاستعدادات الأمنية المكثفة لهذا اليوم الحاسم من تاريخ تركيا الحديث. إلى خط النهاية وصلت الحملة الانتخابية للوصول إلى كرسي الرئاسة على نهايتها، فيما تحبس تركيا السبت أنفاسها قبل يوم من الاستحقاق الذي يعد تاريخيا هذه المرة بتزامنه مع آخر برلماني، وبتدشينه الانتقال إلى نظام رئاسي تنفيذي تم إقراره في استفتاء العام الماضي. ومع بدء العد العكسي لانطلاق هذه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأحد المقبل، يزدل الستار على حملة انتخابية اتسمت بالحماس، رغبة من مرشحي الأحزاب والتحالفات المتنافسة في الحصول على أعلى الأصوات واستقطاب الناخبين الذين تجاوز عددهم 59 مليون ناخب في الداخل والخارج وفق اللجنة العليا للانتخابات التركية. قبل ساعات من الدخول في الصمت الانتخابي، نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تفاصيل النظام الرئاسي الجديد الذي سيطبقه حال فوزه، وهو يتضمن تغييرات عدة لعل أبرزها خفض عدد الوزارات إلى 16 وزارة. بينما أعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية التركية ومنظمات غير حكومية محلية اعتزامها نشر أكثر من نصف مليون مراقب ومتطوع في مراكز الاقتراع بجميع أنحاء البلاد. الحملات لم تكن دعائية فحسب، فقد شنت القوات الأمنية هي الأخرى حملات أمنية عشية الانتخابات، حيث نجح الأمن التركي في إحباط محاولة هجوم إرهابي وإيقاف 14 أجنبياً من تنظيم داعش في العاصمة أنقرة. انتخابات حاسمة ستبدأ خلالها عملية التصويت الساعة 8 صباحاً لتنتهي 5 مساءً بالتوقيت المحلي، على أن تمنح أولوية الفرز للأصوات التي يدلي بها الناخبون في الانتخابات الرئاسية. ونرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ طه عودوغلو الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ طه مرحبا بك. مرحبا. يوم واحد يفصلنا عن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، وهي التي ستكرس للنظام الرئاسي في البلاد الذي أقر في التعديلات الأخيرة. سندخل مرحلة الصمت الانتخابي، نتعرف بداية ما المقصود بها؟ نعم، في البداية مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني من دون شك يعني تركيا حاليا هي مقبلة على انتخابات هي الأهم في تاريخ تركيا منذ تأسيس الجمهورية التركية قبل 100 عام تقريبا. هذه الانتخابات مفصلية ليس فقط للحزب الحاكم ولكن لأحزاب المعارضة، نظرا للمنافسة الكبيرة هذه المرة لاحظوا منافسة كبيرة بين الأحزاب، إن كان الأحزاب المعارضة أو الحزب الحاكم. فيما يتعلق بالصمت الانتخابي حاليا نحن بعد ساعات مقبلين على هذه المرحلة، وهي عادة في الانتخابات تتوقف الدعايات الانتخابية، تتوقف البرامج التلفزيونية
المرشحين قبل يعني الساعات ال 24 الأخيرة الماضية. لاحظنا هناك كان نوع من السباق ما بين الأحزاب وبين المرشحين على وجه الخصوص إن كان فيما يتعلق بالرئيس التركي مرشح حزب العدالة والتنمية والحركة القومية رئيس رجب طيب أردوغان. كان هناك قبل اليوم هناك عدد مشاركة كبيرة في بعض المهرجانات في إسطنبول الجماهيرية، وأيضا بالأمس كان هناك افتتاح لأكبر مطار في تركيا. بالمقابل هناك لحزب الشعب الجمهوري محرم إنجا كان له مشاركة بالأمس في مدينة إزمير، وأيضا اليوم هناك في بعض المشاركات. يعني كل هذه الأمور يعني أعتقد هي سوف تكون هي النقطة على السطر اليوم، خاصة أن لم يتبقى إلا القليل يعني ساعات نقول على الدخول إلى الصمت الانتخابي. لو تحدثنا عن إجراء أو إجراءات العملية الانتخابية كيف ستجري، وهي المرة الأولى التي ستجري فيها الانتخابات البرلمانية مع الرئاسية في وقت متزامن؟ يعني من دون شك أعتقد هذه المرة كما تفضلت نحن مقبلين على انتخابات مختلفة تماما عن سابقاتها. الآن الانتخابات هي قبل عام كان هناك استفتاء على الدستور والتعديلات الدستورية، هذا الدستور يتحول من نظام برلماني إلى نظام رئاسي. هذه المرة سوف يخوض الشعب التركي ما يقارب 59 مليون ناخب تركي انتخابات في نفس اللحظة، انتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية. هناك مرشحين، 6 مرشحين لانتخابات الانتخابات الرئاسية، وعدد من الأحزاب سوف تشارك في الانتخابات البرلمانية. ستبدأ يوم الأحد صباح من الساعة 8 صباحا حتى 5، وسوف تخرج أو تظهر النتائج في نفس اليوم. يعني أعتقد هذه هي لا تختلف على الانتخابات الماضية، خاصة فيما يتعلق بالعملية الإجرائية والخبرة الكبيرة الاختراع. نعم، تركيا هي تعودت على هذه الانتخابات خاصة في الأعوام الأخيرة الماضية، تقريبا من عام 2015 نشهد كل عام انتخابات أو استفتاء. ولكن كل هذه يعني أعتقد الأمور فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية هذه المرة هي الأهم كما ذكرت قبل قليل في تاريخ تركيا، إن كان على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي. من ناحية التأمين والإجراءات الأمنية المتخذة لكي يخرج هذا اليوم دون أي مشاكل أمنية، كيف تراها؟ يعني أعتقد أن تركيا الجمهورية التركية هي حاليا أصبحت مخضرمة في هذا الموضوع، خاصة أنها إن كان في موضوع الانتخابات أو في موضوع تنظيم المؤتمرات الدولية. يعني تركيا احتضنت عدد كبير من المؤتمرات، مؤتمر الناتو، مؤتمرات دولية كبيرة، ولم يحدث أي اختراق أمني. وكما ذكرت قبل قليل العام الماضي كان هناك انتخابات مهمة، وهذه الانتخابات لم تحدث أي حادثة إطلاقا حتى في المناطق الجنوبية شرقية تركيا، معقل الأكراد تكون هناك سلاسة في هذه الانتخابات، ولا نلاحظ إلا بعض المشاكل كانت بين العائلات أو عراك داخلي. ولكن أعتقد أن الأتراك هنا والشعب التركي واعي تماما، خاصة أن هذه الانتخابات هي مهمة لمستقبله السياسي. أما فيما يتعلق بالوضع الأمني وخاصة الاستعدادات الأمنية، أعتقد أن الأتراك أو الشعب التركي أو الحكومة التركية هي مستيقظة تماما. اليوم لاحظ اعتقالات في صفوف تنظيم داعش الإرهابي خاصة في العاصمة أنقرة، ما يقارب 14 شخصا أو أجنبيا تم اعتقالهم. كل هذه الأمور هي يعني طبيعية، إن كانت في تركيا أو كان في فرنسا هذه أمور طبيعية تحدث، هناك اختراقات، ولكن الأمن هنا التركي متيقظ تماما، والشعب التركي واعي لهذه التحركات. أعتقد أن الأمور من وجهة نظري سوف تكون طبيعية، لأنه هذا يعتبر عرس ديمقراطي بالنسبة للشعب التركي. هل يتوقع نسبة مشاركة كبيرة في هذه الانتخابات؟ يعني نحن تابعنا الانتخابات التي جرت في الخارج، كانت المشاركة كبيرة كما ذكرت لك. أعود أكرر هذه الانتخابات مهمة بالنسبة للأتراك والشعب التركي. أعتقد نتصور ونعتقد أنه ستكون هناك مشاركة من قبل عدد كبير من شرائح الشعب. حاليا نحن دخلنا العطلة الصيفية، ولكن عدد كبير من المواطنين ما زالوا هنا في إسطنبول أو في مدنهم ينتظرون موعد الانتخابات يوم الأحد المقبل للتصويت على هذه الانتخابات الحاسمة. قبل أن ندخل إلى مرحلة الصمت الانتخابي، نتحدث عن أبرز استطلاعات الرأي.
يعني حاليا كل استطلاعات الاراء هي مختلفه، ان كانت صادره من حزب الحاكم او الحزب الاحزاب المعارضه، ولكن كل الامور هناك تشير استطلاعات الاراء الى ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان هو ما زال يتصدر المشهد السياسي، وخاصه فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسيه. وهناك احتمالات ضئيله جدا تكون هناك جوله ثانيه او اعاده، وسوف تنحصر ما بين الرئيس رجب طيب اردوغان وما بين مرشح حزب الشعب الجمهوري محرم إنجا. ولكن النقطة الأساسية وهي حقيقة الشغل للجميع، وهي الانتخابات البرلمانية، لا تعتقد بأنها هي مهمة جدا بالنسبة للحزب الحاكم، خاصة أن عندما نقول أو يقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هناك حكومة أو رئاسة قوية وحكم قوي ودولة قوية، يجب أن تكون هي متوافقة فيما بعد. وأعتقد نقطة مهمة جدا، يعني الشعب التركي هو واعي تماما، وخاصة الحكومات الائتلافية التي شاهدها في السنوات الماضية. وفي عام 2015 عندما لم يحصل حزب العدالة والتنمية على الأغلبية المطلقة في الانتخابات، لاحظنا حالة من الفراغ السياسي، حالة من نوع من التدهور في الاقتصاد. أعتقد أن الشعب التركي الذي تعود على الرفاهية وتعود على الاستقرار، يعني سوف هو يحدد مصيره في هذا اليوم. شكرا جزيلا أستاذ طه عودة أوغلو، الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك. تسهيلات عديدة تقدمها وكالة الأناضول ومديرية الإعلام والصحافة لوسائل الإعلام المحلية والدولية لتغطية الانتخابات التركية. وقد وصل بالفعل 635 صحفيا أجنبيا من 34 دولة، كما أقيمت عدة مراكز إعلامية للصحفيين الأجانب في مدن أنقرة وإسطنبول وديار بكر من أجل متابعة بيانات النتائج أولا بأول عبر شاشات نصبت في المراكز. ساعات تفصلنا عن انتخابات مفصلية تشهدها تركيا، انتخابات ليس كسابقاتها، إذ إنها الأولى بعد التعديلات الدستورية التي أقرت العام الماضي وحولت البلاد إلى النظام الرئاسي، كما أنها أول انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة. أهمية الانتخابات تتجلى في حجم التغطية الإعلامية، سواء في الداخل أو عبر وسائل الإعلام الدولية أو الوكالات الإخبارية. الأحزاب السياسية التركية هي الأخرى استعدت عبر غرف إعلامية لمتابعة عمليات الاقتراع ونتائج الانتخابات أولاً بأول وإمداد وسائل الإعلام بالبيانات الانتخابية. كذا بدأت القنوات التلفزيونية التركية استعداداتها مبكراً لتغطية الحدث الذي يمثل محطة فارقة في تاريخ الجمهورية التركية. وكالة الأناضول الرسمية أعدت هي الأخرى نفسها لتغطية الحدث ونقله بعدة لغات إلى كل العالم، كما أنها تقدم للقنوات في الداخل خدمة النتائج لحظة بلحظة. عملية بث تجريبي للخدمة مع المشتركين قامت به الوكالة قبل الانتخابات، لكن وسائل إعلام ادعت أنها نشرت نتائج الانتخابات قبل إجرائها، وهو ما نفته الوكالة، وقالت إنها أوضحت لمشتركيها مسبقاً بأنها ستبث بثاً تجريبياً عن الانتخابات يستند إلى نتائج آخر اقتراع شهدته البلاد في انتخابات ماضية، وأن الغرض من اختبار البث التجريبي هو إزالة مخاطر نقل البيانات مساء عملية الاقتراع والتحقق من الكفاءة الفنية لنظام البث لدى المؤسسات الإعلامية المشتركة لديها. اهتمام واسع بانتخابات تركيا التي ستحدد مصير البلاد لسنوات مقبلة في ظل دور متعاظم في الملفات الإقليمية، وهو ما يجعلها محط أنظار العالم. وينضم إلينا مباشرة من العاصمة أنقرة الأستاذ محمد أوزتورك، رئيس تحرير قسم اللغات بوكالة الأناضول الإخبارية. أستاذ محمد مرحبا بك. لو تضعنا في صورة آخر الاستعدادات لتغطية العملية الانتخابية التي لم يفصلنا عنها سوى يوم واحد. أولا تحياتي لكم وللمشاهدين. طبعا بالنسبة للوكالة الأناضول للأنباء جاهزة تماما لبث النتائج للانتخابات، وإن شاء الله نبث النتائج
ب13 لغة، يعني مع لغة التركية 12 لغة إن شاء الله تبث النتائج الانتخابات، وننتظر أن تكون هناك نتائج الانتخابات سريعة جدا، يعني في غضون ساعتين 3 ساعات كما مضت الأمر في انتخابات السابقة. نتمنى أن تخرج النتائج. أستاذ محمد، يعني حضرتك قلت بأنه كما في الانتخابات السابقة ستكون النتائج سريعة، لكن الانتخابات التي نحن ننتظرها الآن ستكون غير كل انتخابات جرت في تركيا. هناك انتخابات برلمانية ورئاسية ستجري في توقيت واحد بشكل متزامن. هل سيتم الإعلان عن الرئاسية أولا ثم البرلمانية أو بشكل متزامن؟ كيف سيتم التعامل مع هذا الوضع؟ يعني هذا يكون متزامنا، لأن لدينا شبكة المراسلين يعني لتغطية النتائج الانتخابات، ونتمنى أن يكون النتائج متقارب، يعني طبعا بالنسبة للانتخابات الرئاسية يكون سهلا، ولكن بسبب يعني للانتخابات المجلس بسبب إحصاء التصويت شوية مختلفة كما تفضلت من الانتخابات الماضية، قد يطول ولكن لا نرى أن يطول كثيرا يعني. نعم، هناك أيضا متابعة ميدانية من قبل مراسلين وصحفيين أجانب، ربما العدد وصل إلى 635 من الصحفيين والمراسلين الأجانب جاءوا بالفعل إلى تركيا. كيف تتعامل مديرية الصحافة والإعلام مع هذا العدد، وما التيسيرات الممنوحة لهم؟ يعني طبعا تركيا تجري الانتخابات منذ من القرن المنصرم من 1950 إلى اليوم، ولكن في هذا القرن نشاهد انتخابات يعني فيه نسبة المشاركة عالية جدا، وننتظر أن يكون ممكن أعلى النسبة في الانتخابات الماضية. وكذلك هناك مراقبين يعني من الغرب من الشرق من كل العالم هم يعني يراقبون ويتابعون الانتخابات، ويزود بهم كل التسهيلات. يعني كما تعرفون هنا في تركيا نظام انترنت جيد، وكثير من الإعلاميين يعني متعلق بنظام انترنتي وانترنت سريع في تركيا، لذلك يعني يسهل لهم كل التسهيلات حتى يراقبون. وكما جرت الأمر في انتخابات الماضية، انتخابات في تركيا تكون نزيهة وشفافة ونتائج سريعة. أستاذ محمد، يعني كونك رئيس تحرير قسم اللغات في وكالة الأنباء للأناضول، تتهم الوكالة بأنها تنحاز في بعض الأحيان في تغطيتها للعملية الانتخابية تجاه الحزب الحاكم، ما حقيقة هذه الاتهامات؟ كيف تردون عليها؟ نعم، أولا النتائج التي تبث الوكالة الأناضول للأنباء ليست ملزمة، هذا شيء الأول، وهذه خدمة كبيرة بالنسبة للإعلام سواء في تركيا، وهذه المرة لوسائل الإعلام الخارجية، لأن كما قلت إن شاء الله نبث النتائج الانتخابات ب 13 لغة بما فيها اللغة الإنجليزية واللغة العربية، هذا شيء. وشيء الثاني، هذه المرة السادسة الوكالة الأناضول إن شاء الله تنشر نتائج الانتخابات، ليس هناك أي شك وشبهة في النشر النتائج، لأن إلى الآن ليس هناك أي قضية حقوقية ضد الأناضول، بل أناضول قامت أخيرا، لأن كانت هناك بعض الاتهامات وإدعاءات ضد أناضول، قامت وكالة الأناضول
برفع القضاء حقوقية ضد هؤلاء، لأن طبعا كما تقدرون لابد من جهوزية لهذا الأمر الكبير، يعني يحتاج تقنية ويحتاج تنظيم جيد. فنقول يعني منذ البداية أن أعلنت الانتخابات قمنا بالتجارب لأن نشر نتائج الانتخابات، فعند المشتركين نحن نشارك نشاطر هذا مع المشتركين وهذا يبقى عندهم. نعم. فكذلك يعني في وقت الانتخابات وفي وقت الانتخابات نقوم بنشر النتائج بعد انتهاء الصمت الانتخابي، ولذلك لا يكون هناك أي أثر لأي إعلام، ونحن نزود طبعا كل المساعي للإعلام، وهم يعني إذا أحيانا لأن هناك جريمة الذي يعني يبث نتائج الانتخابات قبل انتهاء صوت الصمت الانتخابي فهم يتحملون الجريمة والغرامة فهم ينشرون، ولكن نحن لا ننشر بل نزود وسائل الإعلام بالنتائج. نعم. كما قلت يعني أولا النتائج ليست ملزمة. نعم. والثانية ليس هناك أي قضية مرفوعة الفكرة. لا هناك نقطة أخيرة تفضل. وكل النتائج منطبق تماما لنتائج لمجلس الأعلى للانتخابات. شكرا جزيلا أستاذ محمد أستورك رئيس قسم اللغات أو رئيس تحرير قسم اللغات في وكالة الأناضول من العاصمة التركية أنقرة. لعلها اللحظة التي كان ينتظرها الشعب التركي ليحصل على جرعة إضافية من السعادة والتفاؤل وهو يتابع البث المباشر لهبوط أول طائرة بمطار اسطنبول الجديد. اللحظة التاريخية سجلتها طائرة الرئيس أردوغان معلنا موعد افتتاح المرحلة الأولى من مشروع المطار الأكبر في العالم يوم 29 من أكتوبر المقبل. هو واحد من مشاريع تركيا الكبرى التي طال انتظارها وبدأ العمل فيها قبل سنوات، إنه مطار اسطنبول الثالث. طائرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كانت أول طائرة تهبط في المطار في بداية التشغيل التجريبي، حيث سيفتتح الجزء الأول منه رسمياً في أكتوبر المقبل على أن ينتهي العمل فيه عام 2023. إن شاء الله هواليمانımız bizim هذا المطار الجديد سيكون ماركة مسجلة. واجهنا صعوبات كثيرة خلال عمليات إنشاء هذا المطار إلى أن وصلنا إلى هذا اليوم. في 29 من أكتوبر المقبل سيتم افتتاح المطار بشكل رسمي، وبعدها سيتم البدء في تحويل مطار أتاتورك إلى حديقة الشعب. نقلة اقتصادية كبرى سيحدثها مطار اسطنبول الجديد الذي سيكون الأكبر في أوروبا بعد انتهاء تشييده، وواحداً من أكبر 3 مطارات في العالم، حيث سيوفر 1.5 مليون فرصة عمل بشكل غير مباشر للمواطنين، كما أنه سيساهم بقدر كبير في الناتج القومي التركي، إضافة إلى تعزيز حركة السياحة وجعل تركيا مركزاً لوجستياً عالمياً. اسطنبول مطار اسطنبول الجديد سيحدث فرقا لنا وللعالم. أكبر شركة في العالم يعمل بها أقل من 5000 موظف، بينما المطار الجديد يعمل به الآن 35,000، وبعد اكتماله سيعمل به نحو 150,000 شخص. مشاريع عملاقة انطلقت مع تولي العدالة والتنمية مقاليد الحكم في تركيا، منها المطار الجديد، حيث شهدت تركيا خلال السنوات الأخيرة قفزة هائلة في البنى التحتية ومشاريع النقل والمواصلات، تغيرت معها معالم الحياة وباتت تركيا تنافس دولا كبرى في رفاهية مواطنيها وتقدمها الاقتصادي. وصلنا إلى فقرتنا الأخيرة وفيها نتابع التغريدات حول الانتخابات التركية. نتابع عاطف الإسكندراني يقول: نسألكم الدعاء لأردوغان وحزبه، ذلك الرجل الذي نراه الوحيد على الساحة مناصرا للقدس وفلسطين وقضايا الدين.
أبو يوسف الشامي يقول الانتخابات التركية وحبس الأنفاس والله العالم ماذا في خفاياها، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، فوز أردوغان فوز للمسلمين، أما فوز باقي المرشحين فخسارة لكل السوريين، أتوقع بعد الانتخابات هناك أخبار تثلج الصدور. في نفس السياق ياسر سعد الدين غرد قائلا يكفي أردوغان إنجازا وفخرا أن جعل الانتخابات التركية واحدة من أهم الأحداث العالمية والتي يتابعها العالم بأنفاس مشدوهة وأبصار شاخصة. أخيرا علي لافي لفت النظر إلى إلقاء السلطات الأمنية القبض على مجموعة إرهابية أحبطت بذلك محاولة لهجوم إرهابي لداعش في العاصمة أنقرة عشية الانتخابات. بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.